مبين منرفز ومعصب اليوم. يا اخي من وقت ما عرفت انه اليوم دورنا بالتطعيم ما عرف شو صار لي. افتح الخزنة بكل هدوء احسن ما افتح ابرك بسرعة. Yalla! 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 Yal
النيابة العامة. مش دي مشهور غير اسلوبه وضرب هالمرة بالنهار. فعلا لأول مرة بنفذ عملية بالنهار بنجاح، لكن لا شك انه كان خايف بعكس المرات السابقة. وخوفه كان يدافع عن القتل، لقتل صاحب البنك واحتجاج زوجته دراهيم. عادل بلغ النيابة حتى نباشر مطاردتهم فورا. حاضر. باشرنا بمطاردة رجلي مشهور وعصابته. 104 بدل. جاءنا الآن ما يلي. عند 8 من صباح اليوم تمت عملية سرقة جريئة لأحد مصارف العاصمة، وهذه العملية قام بها المدعو رشدي مشهور، والشرطة تقوم الآن بمطاردته محاولة إلقاء القبض عليه وعلى كل من اشترك معه. نعود الآن أعزائي المستمعين إلى برامجنا المقررة. شكروني يهرب بهالطريقة، كان ضروري تقتله يا حيوان. يا سيدنا وانا سيدنا. تعال هون. طيب وانا سيدنا وانا. فيك تحل عنا اذا بدك، حل عنا. طيب ومعلمتي سيدنا معلمتي. حل عنا فاضينا لك ما علمتك. يلا مشي. يا عمركم. مشي يا ابني. يا عمركم. ولا كلمة بقى. بعتقد صاروا بعاد كتير، والمنطقة مثل ما بتعرف جبلية وكلها وديان ومغاور، ولا تنسى انه نكتار مسلحين. هيئتك خايف؟ ابدا. اذا حضر حالك لمطاردة طويلة، رشدي مشهور صار اسطورة بالنسبة للناس، اما بالنسبة لي صار هدف. حقدك عليه كبير، والدليل انك انت اللي خايف منه، خوف ظاهر بعيونك.
بإيديك اللي عم ترتجف. أبدا، دافع الوحيد هو الواجب وخوف الناس منه. وبعد في دافع تاني بعتقده الدافع الرئيسي. تقصد الرصاصة اللي صابني فيها المرة الأخيرة بصدري؟ خايف تكون السبب لانتقام رهيب وممكن يكون مرعب. أنت اللي عم تحكي بخوف. أدهم، أنا خايف عليك. من رشدي مشهور؟ من انتقامك منه. عادل، عم يسرقنا الوقت. كل العناصر حده وكل اللوازم. بيظهر قدامنا مطاردة طويلة. حاضر. خليك وراي. يلا من هون. يلا هالمرة رصاص انذار، المرة الثانية بخليك تمشي كل عمرك عاجر وحدة. قدامي. لك يا الله يساعدك على هالعلقة يا حليم. أنا اسمي عدلي ما حليم. ولك معلم، اسمي أنا اسمي حليم. لك الله يساعدني ولك بوسمينا لليوم الصبحات. أول مرة بشوفك قاسي فيها، خصوصا مع مرة. ولأول مرة بغلط وباخذ معي حيوان مثل إبراهيم، بيطلق النار بدون سبب. على كل حال بأول مناسبة رح أتركها تروح بحال سبيلها. هلأ هي ضمانتنا الوحيدة. نعم سيدي، تم الاتصال مع الضابط أدهم والمطاردة مستمرة. حاضر، احترامي سيدي. ادخل. انسرق سيدنا، سرقني سيدنا دخيلك، سرقني وعم يضحك علي، صور سيدنا قال اني انا عمه. عملك، اقعد واحكي لي بالتفصيل. حاضر سيدنا. ها؟ ها؟ هيدا هو.
أي. ماي جاد، أنا شو ذنبي؟ أنا بص مين أم الصبي؟ أوه. يا رب. أخ أخ أخ. قومي بسرعة، المسافة اللي بيننا وبين رجال الأمن مش بعيدة. أرجوك ما بقى فيي أمشي، خليني أرتاح شوي أرجوك. مع حق يا رشدي، كلنا تعبنا ولازم نرتاح شوي. طيب ولا رجال خليهم يرتاحوا. فيكم ترتاحوا يا شباب. رجال الأمن صاروا قريبين منا. قديش قريبين منا؟ قريبين منا كفاية. بيظهر الضابط أدهم متبرع بقيادة الحملة. يلا بسرعة. لا شك إنه صوت الرهين اللي معهم. ما حد يطلق النار إلا بيأمر مني. يلا. أي. أي. حركتين وبقتلك. امشي بسرعة. يلا بسرعة. امشي بسرعة. شبو. مين عم يطلق النار؟ لرجال الأمن؟ أنت شو دخلك؟ كيف شو دخلني؟ ما أنا معكم، لو إنه مصب إلاطي. ما بتسمع المثل شو بيقول؟ إن لم يكن ما أوليد فليكن ما توليد. شو؟ فيلسوف ولا؟ طبعا فيلسوف. إذا عملتوا حكومة بيصير عندكم وزير الفلسفة. اطلق النار. يا
اهلا بليش. اهلا اهلا. شو عم تعمل هون انت؟ مرة تانية ما بدي اشوفك قدامها ابدا، فاهم؟ طيب ما هيك معلمتي، كيف بدك اياني قلت لك؟ طيب لا بأمك بأبلك بأبلك. اي 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 برداني هذا بيساعدك، خلي معك. بدي اعتذر من شان اليوم، بس انت ما تجبريني اضربك مرة تانية. مليون ومئتين ألف صفقة العمر لكل واحد منا. شو بتقصد؟ صحيح انك حمال، يعني صرت زنيجيل. ناوي سافر بعد ما ياخذ حصتي، بدي اشتغل بالتجارة او اي شغلة تاني، مهم تكون شريفة ونظيفة. تعبت من المطاردة والهرب، وتعبت من صور المعلقة بمراكز الشرطة. والله هلا صار عندكم وزيلان، وزيل للفلسفة ووزيل للتزالة والأخلاق. قول لك خيي بيعونا ايه وخلونا نفكر كيف بدنا نخلص من هالشغلة ومن هالقبضات. الشيطان مش ممكن يصير ملاك. صحيح، يلي معود على الشيء مش ممكن يتخلى عنه. صار دوري للحراسي، خلي هدول جنبك. مستعد لكل خدمة وتحت أمرك، مثلا قتل، وطبعا القتل بهون قدام جمالك. هرب إذا بدك تهربي، أنا مستعد للمساعدة، بس لازم تعرفي وأكيد بتعرفي إنه لكل خدمة تمن. وباختصار أنت عم تفكري تهربي وأنا رح أحربك، بس بس شو؟ حلوين أي حلوين. رجلي هاي فريد. رشدي اهلا فريد. اهلا فيك. الحمد لله على السلامة. فريد صالح اكيد سمعتوا عنه، بالمناسبة فريد صديق، او ممكن تعتبروه اعز من خي عدلي ابراهيم اللي ورطنا بالقتل، خليل ابنه، حليم الصدفة، الصدفة خلته يكون معنا، مدام نادية. نادية رهينتك للساعات الحرجة، مثل عادتك بتحسب لخط الرجعة. هيك الأيام بدها، أنت مثل عادتك تخلق قدامي بوقت الشدة، كيف ما بعرف. لأني بعرف كل تحركاتك والفضل للراديو، والبلد كله عم تتبع أخبارك. انت شو اخبارك اللي؟ طيب بالاذن انا برا. جيدة. رشدي شو هالعملية المسلوقة؟ بعرفك بتختار رجالك بدقة اكتر. حققت فوق ايد هالمرة، ما اعطاني خبر انه جاي على البلد، فما كان في عندي وقت لاختار. عدلي وزع عودي على الشباب. نادية صادق زوجة المرحوم ناجي صادق المليونير الكبير.
يا لطيف هالدنيا شو صغيرة. انت مش معقول. كل شي معقول. فريد فريد مسكيني الوالدة، يعني ماتت قبل ما اشوفها وتشوفني. ماتت قد ما كانت تفكر بأعمالك، الناس كرهتها لأنك ابنها. أنا شو ذنبي إذا كنت هيك؟ قصدك تقول شو ذنبنا نحن؟ التاريخ عم يعيد نفسه، بيظهر نسيت بي وبيك شو كانوا. كان مغلوب على أمرهم، كنا صغار، سرقوا ليعيشونا. المجتمع ظلمهم، والناس رفضتهم. ماتوا بكير، درنا بالشوارع. ناس كانوا يشوفونا ويقولوا فلان ويعيرونا. المجتمع ظلمنا وصار اللي صار. رشدي، انت مبسوط هيك؟ يمكن ايه ويمكن لا. على كل حال اذا نفدنا من هالعملية لازم ناخد اجازة طويلة ونعيش مثل بقية الناس بأمان وشرف. بده يكون الزمن قسى عليك مثل ما قسى علي، ومرت عليك ايام صعبة. أصعب وأقسى مما بتتصور. هلي هلي لا لا طب اي هيك من الطب يا تسلم لي وقتك عطني وقتي انا شو ذنبي؟ لك انا بوس مين عم بتصفي؟ اي 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 قوم امشي لك بأمنك وعم النزي انا يا نزي يا عبادة يا لك يا الله يوسف. نعم. بعدنا بعد عن الضيعة المهجورة؟ بعدها بعيد شوي. ليه عم ترجف؟ من البرد؟ لا، من الخوف. خوف؟ من شو خايف؟ ما تنسى الضيعة اللي قاصدينها، وكل المهربين وقطعين الطرق، وما تنسى شريف وجامعته. يعني وقعنا بين نارين، وأنا بفضل إنه وقع بين إيدين الدولة ولا وقع بين إيديهم. بيظهر الزمن ابتدى يأثر عليك. لا تكون شبان. قاتل، معضل. كل شيء بهالحياة له تمن. طول عمرك عنيد ما بتسلم بسهولة. بتكون الطريق مجهولة وكلها مخاطر وبتضلك ماشي باستمرار. الاستمرار نحو المجهول أفضل من الوقوف والاستسلام للقدر.
رشدي، أنا رأيي تترك نادية تروح بسبيلها، وجودها معنا لا بيقدم ولا بيأخر. الحقيقة كنت عم فكر نفس تفكيرك، لكن الوقت سبق تفكيرنا. المنطقة مليانة عصابات، فوجودها معنا أضمن لحياتها. يا رشدي أنت بتعرف قديش بحبك. ضابط أدهم من أعند رجال الأمن، وهدفه الوحيد القبض عليك والانتقام منك، وبالنهاية لابد من معركة ما حدا بيعرف نتيجتها. شو بتقصد من كلامك؟ بقصد اني خايف، ولأول مرة. خايف على حالك؟ أبدا، أنا خايف عليك. أدهم بده راسك بصورة خاصة، وبعدين نحن. يا فريد صرت عم خاف من أفكارك، لوين بدك توصل؟ رشدي، المستقبل عم يهرب، ونحن عم نكبر، والشر عم بيكبر فينا، وصرنا مثل الظالم والمظلوم. لا، الأيام كبرتك كتير وعملت منك حكيم. يا صديقي، مهنتنا ما بدها حكمة. طول عمرك بتهرب من الواقع. أنا تعبت وبدي ارتاح من لعبة القط والفار. يا فريد، بكفي نصايح، انت حر وطريق الحكومة معروف. وبتركك لوحدك؟ ظالم ومظلوم، حابب كمل اللعبة. فإذا منكملها سوا. أنا آسف لمقتل زوجك. كان مفروض اعتذر منك قبل هلا، بس انت ما تركتي لي فرصه. لك الانسان بحياته اعذار. انا مثلا فقدت اهلي وكان عمري 13 سنه. اضطريت اشتغل بالكبريهات ومشيت بطريق خطا. تعرفت على زوجي، اشتريني بماله. كانت النتيجه وجودي معكم. النهاية مجهولة. كنت تحبيه؟ ما تنسى انه كان زوجي. بعدين شو يعني الحب؟ شو يعني الكره؟ للحقيقة ما بقى اعرف. ما تركولي مجال اعرف. تسمي. تسمي ولا تخافي. أصبحنا على وشك الوصول لمنطقة المهربين وقطعين الطرق. رشدي مشهور وجماعته قاصدين دائما مهجورة اللي ورا هالجبال. ممكن رشدي وجماعته يتحدوا ضدنا مع قطعين الطرق؟ لا تخاف، لصفات ما بحياتهم اتحدوا، بالعكس عندهم عالم خاص وقوانين خاصة. إنسان بيناتهم ما له قيمة، قانونهم داخلي كشرية الغاب. القوي بيغلب الضعيف، وبالنهاية السيطرة للنافذ والقوي. لكن رشدي حامل مبالغ كبيرة، وبواسطتها ممكن يشتريهم. ولا تنسى ممكن ياخذوا ماله ويصفوه مع رجاله. أدهم، رجال تعبانين وبحاجة للراحة. ليك كذبتها على عقلي. عدلي؟ نعم.
التعليف اني انا ونقت صفطاك حبيتك. وانا كمان، شو المطلوب؟ اه يا زكي، اه انا ونقت صفطك قلت عنك زكي. ليك شوف شو رايك انك تساعدني؟ قلوب انا ومعلمتي وساعتي هالزميل ما بنسالك اياها ابدا. لا ليش؟ لا طيب، لانك حبيتك كمان. اذا ساعدتك على الهرب كاني ساعدتك لحتى تنتحر، لانك راح تموت ابشع الموتات. يا شيطان ليش؟ يمكن يلقطوكم قطاعين الطرق المتوحشين بهالمنطقه وما يعجبهم كمان شكل شواربك. يلا جي قدامي لاشوف. جي يا الله، انا بيعملكم بس انتوا بيعملكم. يلا مشي مشي تحت امرك. الله يساعد. يا للعلا رشدي، بعد في كتير لنوصل؟ بعتقد ناديه مرة تانية. أنا آسف. كل إنسان معرض للخطأ نتيجة ظروف بتمر بحياته، ومن خلالها منسامح أو منحقد. ناديه، أنت إنسانة بكل معنى الكلمة، والشبه بيننا كبير. ظلمتنا الأيام والتقينا جلاد ومحكوم. وبرأيك مين الجلاد ومين المحكوم؟ مش مهم طالما النتيجة بعدها مجهولة.
عادل. نعم سيد. لاحظ في عناصر ناقصة. سيد الأفضل ما نتغلغل أكثر من هيك. الهيئة راح نواجه عاصفة. خليك مع رجال لفتش على المفقودين. حاضر. خيرك ميت مرة ما تلعب من خيرك. يلا قوموا ناموا، بكرة قدامنا نهار طويل. وأنت قوم ارتاحي يلا. عدلي، تولى الحراسة عن يوسف بعد ساعتين. حاضر. كل واحد يسند راسه على أشياءه الخاصة، مش على أشياء غيره. رشدي. نعم. قولك معقول يجي يوم ويصير لكل واحد منا بيت واولاد صغار ونحس بالسعادة اللي بيحكوا عنها؟ حلم بتمنى يتحقق، لكن مستحيل. او مثل ما قال نابليون، ما في شيء مستحيل. على كل حال علينا نحاول. اول محاولة، شو رأيك لو منسلم حالنا؟ يمكن يعتبروها مبادرة طيبة ويمكن يرحمونا. انت ما قتلت وانا ما قتلت، يعني 15 سنة وبس، وبنطلع من الحبس ختيارية. يا ترى رح نلاقي كل واحد منا مين يتجوزه؟ لنفرض هالمعجزة حصلت وتجوزنا وخلفنا، رح نلحق نربي ولادنا؟ اوقات بتعجبني افكارك المجنونة. أنا مستغربة كيف أنت شقي مع أنك ما بتشبهون. ممكن تصلح نفسك وتتجوز ويصير عندك ولاد. تعتقد الناس رح تسامحني؟ أدهم رح يبطل يلحقني؟ العدالة لازم تاخد حقها، هلأ أو بعدين. أنت حرة وطليقة، أنا مشرد ومطلوب، لكن منلتقي بشي واحد، هو انك وحيدة، انا وحيد. وهلا لا تخافي، نامي، رح ضل حدك.
يا عدلي. خير. خال؟ من وين بده ينزل خال؟ إذا كان أنا معكم صال فينا مثل طالق بن زياد، الموت والبلد خلفكم وأمامنا حضلاتكم. شو يعني حضلكم؟ عم تمثل أنا ولا؟ أبداً أبداً، بسلفي أنتو أوادم. أنتو الناس ما عم تفهمكم. أي 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 بسلفي أنتو كتير طيبين. بس ما عم لك بتسمح لي لوح بحال سبيلي لحتى اصلح قضيتكم. شو يعني هربك؟ رجعي لنفس النغمه يا رفجي قدام لشو؟ شو لا؟ يا الله يا الله يا الله. يلا 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 قرب وصلنا قرب ولك قرب قرب انت بتضل بالاخر قرب 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 وصلنا فريد هاي الضيعة يا سلام على الجنة الموعودة هذه من الجنة هذه مدينة رجل والأشباح ما بهنيك على هيك رجال بعتقد معه حق يلا ابراهيم خليل بعد ما يخلص يوسف الحراسي يبقى سكروا الطاقه شو هالزلمه اللي اسمه نزدي ما بيعرف يعطي الا اوامر هيقوم حضرته يسكله خلاص ما يوم يسمع بس انا خايف منه قلبه يحكم كلكم بايدي انا شو يعني؟ ايه بسيطه سلمكم للحكومه وبقبض عليكم شو مستني؟ بس خايف على معلمتي خايفة معلمتك؟ اه مات جنبك لشو لازم فيي؟ لا دخيلك خليني بحمايتك لزدي بيضربني حليم
تعود معنا. الحمد لله، واخيرا لضي علينا بقر. بلغت ليادي عن الرجال اللي في أدنيهم؟ نعم سيدي. بلش تسقع برا. دور مين بالحراسة هلا؟ شايفين الأوغاد ولاد الأوغاد؟ الهيئة عم يتآمروا علينا. شو بتقصد؟ قبل ما يسدونا لازم نستعطون. ما فهمت. مش عم فكر. مبين عم بيخططوا ليهربوا بالمال لوحده. معك حق. شو لازم نعمل؟ عندي خطة. رشدي، لازم تتخلى عن لعبة القط والفار، لأنه بالنهاية القط رح يقبض على الفار وتنتهي اللعبة. كلام فريد صحيح، الحياة ربح وخسارة. رشدي، سعادة مش بالمال، حب الذات، سعادة بالقناعة وراحة الضمير. بس مش بالسجن رشدي، على بعد أمطار الخلاص ونهاية اللعبة استسلامك لأدهم، وأنا مستعدة أنطرك. طيب اتركوني افكر. عدلي. نعم رئيس. استلم الحراسة. حاضر. فريد، لازم ندير بالنا. من شو؟ ابراهيم. ابراهيم؟ شو بو؟
يوسف لم السلاح من هون. إذا خلصنا من هالورطة لنسيكم الحليب اللي رضعتوه. أنا ظاهر على الحراسة. أي عملت فينا يا كلب. قوم يا كلب يا خاين، قوم امشي امشي. أنا بستأذن يا ريس بلدون. خفتي؟ يعني لولا يوسف كنت. المهم إنك بخير. بهمك إني أكون بخير؟ وبيهمني إنك تكوني سعيدة. أنا دايما سعيدة لما بتكون حدي. بتزيدني سعادة لما بتستسلم. استسلم استسلم. طيب بس طولي مالي لأفكر. ما بعتقد الأمر بحاجة للتفكير. طيب طيب رح أعمل اللي بدك إياه. روسي أنا غنية كتير ومستعدة وكل لك أكبر المحامين. بعدين أنت ما قتلت، يعني منك قاتل. مستعدة أنطرك حتى 100 سنة. روسي أنا بحبك. عم تفهم شو يعني بحبك؟ صباح فريد. صباح النور. صباح يوسف. صباح. وين نادية؟ عجل شوي حليم. يلا يلا منخلص من نزدي بتطلع معلمتي. تفضلي هون. خير؟ لك يا عمي انا بوس مين عم بصبح كل يوم وبوس مين عم بتمسك. صباحو. اهلا. اهلا بليش. نمت منيح؟ نادية في موضوع بدي ناقشه معك. بخصوص شو؟ بخصوص شقي تعيس ما قدرت قوي بالعالم التوبه. بالصدفة اجت بطريقه امرأة قدرت بحبها وصدقها تخليه يفكر بالتوبة. لكن لكن شو المهم؟ الشقة اللي عم تحكي عنه مقتنع بالحكي اللي عم بيقوله؟ اقتنع بعد ما عرف انه العمر سرقته الايام وما عاد يفيد الا الرجوع للحقيقة، حقيقة الانسان الصحيح. حلمه بظن صعب يتحقق لأنه بيظهر إنه الليل رح يطول قبل ما يطلع الضوء. الإنسان اللي عم تفتش عنه محبوس بداخله، خايف لتتركه وتندم نتيجة عذاب الماضي وخوفك من المستقبل. رجدي اديني خسارة وربح وعلينا التسليم بالواقع. هلأ منخسر شوي بس بعدين منكسب. نادية من الصعب الحقيقة كل اللي بنتمناه. على كل حال الظروف سيئة الموقف. رشدي أنا حبيتك مش خايفة، مستعدة أكمل المشوار معك. أنا حبيتك، مستعد أعمل أي شيء لأجلك.
تطلع لبرا وتنده لرجال. انتبه، اي حركة سلاح بصوب عليك. يوسف، ابراهيم، خليل، حليم، عدلي، تعوا كلكم لهون. المال المسروق من البنك مظبوط ومش ناقص، بيبقى فيه 500,000 ليرة اللي سرقتهم من الصراف العجوز، وين مخبيهم؟ مستعد لك وين المال، بس على شرط تترك رشدي يروح بسبيله. يعني حضرتك عم تساومني؟ افهمها مثل ما بدك. رشدي كان ناوي يسلم نفسه. فكرت بكلامه عن المستقبل البعيد ووجدت معه حق. مهما العداله ترحمه مش رح يطلع من الحبس قبل ما يصير شعره ابيض، ومنشان هيك انا ضد الفكره. جبت لك مكان مناسب لتنام فيه، تفضلي معي. وانا سيدنا بدك تفلتني مع هدول؟ انت خليك هون معنا. املي لله. وجودك مع مجرمين مش مناسب، يومين وبتنتهي اسطورة رشدي مشهور ورجاله. وقديش بتعتقد المدة اللي ممكن يقضيها رشدي بالحبس؟ قصدك تقولي كم يوم بعد لإعدامه؟ إعدامه؟ بيظهر نسيتي إنه قتل زوجك وارتكب جرائم لا تعد ولا تحصى. مش هو اللي قتله، على كل حال لكل إنسان ظروفه بالحياة. ما فهمت، شو بتقصدي؟ بقصد الإجرام ما بيولد مع الإنسان. رشدي الأيام والمجتمع ظلمه ومشي بطريق خطأ لا يعيش. غريب، لأول مرة بسمع القتيل بدافع عن القاتل. قلت لك رشدي ما قتل، أنا شاهدة، شاهدة معه. على كل حال سرق، حاول القتل، حاول قتلي أنا. أول مرة بتخبي علي، يمكن عندك ظروفك. على كل حال وين المال؟ المال بأمان. كنت معتقد بقدر اشتري فيه السعادة، لكن هلا ما عاد في شيء ينفع إلا بعد الأمل والصبر. فريد، ما بعرف شو بدي أقول، لكن لا تنسى إني حبيتك. عادل، عادل، جمعوا حطب قد ما فيكم لليل. فريد، ممكن اعرف وين مخبي المال؟ الانسان احيانا بيحقد على نفسه وبيريد ينتقم منها.
أنا صحيح حقت على رشدي وتمنيت إني انتقم منه، لكن رجع الإنسان فيي وناداني ووصل لي نتيجة إنه الواحد مهما بلغ من درجات الشاء والإجرام بيضل في شي بداخله بيردعه أخيرا وبيوصله للاعتراف بالخطأ والندم. هلأ دلني على المال، بوعدكم إني ساعدكم بكل قوتي. لا يا مجنون، لا لا تقلوا، عم يخدعكم عم يخدعكم. ما بعد علينا او بصب ينزع مع حبوبي او بتعلن وساعينا اوينا اوينا او يا ماما قبليني. جمع وقت ما فيك الحطب وعجله، خذوا مراكز رمي. أظن أنك بحاجة للمساعدة، لا تنسى أنه نحن بنفهم لغتهم أكثر منك. أدام أفندي، عددهم كثير، مش حتقدر عليهم. ومثل ما وعدت أنك تساعدنا، المفروض علينا نساعدك. يوسف، عدلي، كلكم بسرعة على الشبابيك. Thank you.
عدلي بقى. ما في فايدة، مش راح تقدر تهرب. يوسف رجلي، رجلي يوم من الايام اعتقد انه ممكن اغلط وعيش نظيف. انتهى الركض ورا المجهول. غرزة الطريق رجلي طول عمري
Ah!